نتكلم اليوم بنعمة الرب عن قوة تأثير كلماتك اللي تنطق بها. هتكلم اليوم من سفر الأمثال، وكاتب سفر الأمثال نعرف أنه هو الملك سليمان. الملك سليمان واحد من أحكم الرجال اللي عاش على وجه الأرض، وفي يوم من الأيام الله تراءى لسليمان في حلم ليلا وقال له هذه الكلمات: اسأل ماذا أعطيك. وسليمان أجاب إجابة رائعة: أعطي عبدك قلبا حكيما فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الشر والخير. والله قال له: لأنك طلبت حكمة ولم تطلب، عادة الناس تطلب شنو؟ غنى ومجد وكرامة. لأنك لم تطلب غنى وكرامة ومجد، فأنا رح أعطيك الاثنين. أنا رح أعطيك أن تكون أغنى رجل على وجه الأرض. وروح القدس اليوم يريد أن يعلمنا من سفر الأمثال كيف لازم نكون حكماء في جيلنا، في وسط جيل ملتوي ومعوج. الرب يريد من كل واحد من عندنا، من شعب الرب، نكون حكماء، وخصوصا في سلوكنا، في تصرفاتنا، وفي كلماتنا. في سفر الأمثال صحيح 18 من عدد 20 يقول: من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة في يد اللسان، وأحباءه يأكلون ثمره. لاحظوا سليمان كتب الكثير عن قوة تأثير الكلام. سليمان قال: الموت والحياة في يد اللسان. فالكتاب المقدس يكلمنا أنه يعلمنا أنه كلماتنا لها تأثير كبير، وهذا التأثير ممكن يكون إيجابي لكن ممكن يكون سلبي جدا. الشيطان يحاول أن يخلينا نعتقد أنه الكلام مجرد كلام. نسمع هذا الشيء: يلا هي بس هي كلام، كلام ويعدي، كلام وكأنه كلام ويتبخر وليس له نتائج. الشيطان يريد يعلمنا هذا الشيء، الشيطان يريد يقنعنا بهذه الفكرة. لكن الحقيقة أنه كل كلمة تخرج من أفواهنا لها نتائج أبدية، وأنا رح أثبت لكم هذا من كلمة الله. لهذا خلينا نفتح كتبنا المقدسة على إنجيل متى الإصحاح 12. نفتح كتبنا المقدسة، إذا ما عندك كتابك المقدس باوع على المونيتر، بس خلينا نوقف مع بعض ونحن نقرأ كلمة الله. من عدد 31 متى 12 عدد 31: لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. أمين. خلينا نغمض عيوننا ونقول له: يا رب كلمني يا رب اليوم.
يا رب سمعني صوتك. يمكن الكلام قوي اليوم يا رب، لكن علمني ماذا أفعل. نضع نفوسنا بين إيديك، سمعنا الصوت الروح القدس في اسم يسوع، آمين. لاحظوا الرب قال بكلماتك، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وسليمان قال من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، وكأنه يشبه الكلمات بالبذار، بالبذار اللي تزرع، كلمات اللي تطلع من فمنا مثل البذار اللي تزرع. وبعد الإنسان يبلش يسوي بعد ما زرع، بلش يحصد ثمار الذي زرعه، بمعنى ما ستزرعه رح تحصده، ما يزرع الإنسان إياه ويحصد، ما ستزرعه من بدار رح يكون بالضبط الثمر من نفس نوع البدار اللي زرعته، رح تصده أضعف، وما سيخرج من فمك رح يكون بالضبط بالضبط اللي زرعته. فالكلمات لها نتائج، والكتاب يعلمنا أنه هذه النتائج لها تأثير أبدي، يعني مو مجرد كلمات، مو مجرد شيء أثر، لا، لها نتائج أبدية. لكن أيضا الرب يسوع يوضح لنا في هذا الإنجيل بالمقطع اللي قرأناه أنه كلماتنا تعكس ما في قلوبنا. لهذا يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، بمعنى أنه كلماتنا تعكس تماما حالتنا، حالة قلبنا الروحية. فإذا فمك نقي، إذا كلماتك نقية، يعكس قلب موجود في الداخل نقي. الفم الوسخ، الفم اللي تطلع منه كلمات بذيئة، يعكس قلب وسخ. إذا فمك وديع، إذا فمك محب، يعكس عندك قلب وديع ومحب. فم يتكلم بالكراهية، يعكس قلب مليان بالكراهية. يمكن تقول لي لا 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 قسيس، أنا مرات ناس تقول لي أنا يمكن عصبي شوية، وقسيس سامحني مرات يطلع من فمي كلمات سيئة، بس أنا وكثير ناس، بس أنا قلبي طيب. سامعين هذا الكلام؟ يطلع كلمات بس أنا بالحقيقة قلبي طيب. لكن الكتاب يوضح لنا، الرب يسوع واضح في كلماته، من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب يتكلم اللسان. في كل مرة أنت تتكلم كلام سيء، هذا يشوفنا ويشوفك أنت أنه حالة قلبك الروحية. رب يسوع قال في متى 12 كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كل كلمة أنت تتكلم بها، يمكن نحن نتكلم بعض الأشياء في الخفاء، صح ولا لا؟ لكن كل كلمة تتكلم بها يمكن في الخفاء أنت راح تحاسب عليها. لكن نشكر الله أنه إذا تبنا وإذا تبت اليوم، الله راح يسامحك، أمين. تعرفون أنا أعتقد أنه كثير ناس راح يتفاجؤون في يوم الحساب، كثير ناس راح يتفاجؤون في يوم الدينونة، أنه كل كلمة نطقوا بها راح يحاسبون عليها. حتى نحن كمؤمنين راح نقف أمام كرسي المسيح، مو للدينونة بس حتى يشوف أعمالنا، حتى راح ننال أكاليل مقدارها. كل كلمة ننطق بها الله راح يحاسبنا عليها. كنا نقول واو، ما كنت أعرف، اليوم راح تعرف، واليوم عيش بحسب الكلمة. أريد أقوله دير بالك تخلي الشيطان يخدعك ويقول لك كلماتك مو مهمة. لا، كلماتك مهمة جدا.
أحبائي أنا أعرف قوة تأثير الكلام. أنا قس وأنا أعرف أنه بكلامي الله خلص عائلات بأكملها. وأنا أعرف أنه بنفس هذا الفم أنا ممكن بكلامي ممكن أجرح وفشل ناس كثيرين. أنا أعرف بكلامي ممكن أشجع ناس كثيرين وأرفع ناس كثيرين، وناس كثيرين يخلصون، الله يخلصهم بسبب كلامي. لكن أنا أعرف أنه بكلمة أو بكلمتين ممكن ناس كثيرة تفشل من عندي أو من عندك. أحبائي الكلمات لها تأثير رهيب رهيب. خليني أثبت لكم هذا من المكتوب في يعقوب الصحاح الثالث. إذا نطلع يعقوب الصحاح ثلاثة، يعقوب الصحاح ثلاثة من العدد الثاني، يعقوب الصحاح الثالث من العدد الثاني يقول: لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا، هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا، فندير جسمها كله، هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق، فلسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. لاحظوا يعقوب يشبه اللسان بثلاث أشياء. أول شيء يشبه اللسان بدفة صغيرة، سفينة كبيرة بس دفة صغيرة، وهذه الدفة الصغيرة تتحكم في مسار سفينة كبيرة. هكذا اللسان. ثاني تشبيه أعطينه الكتاب لللسان يشبهه بلجام الحصان، بلجام الحصان اللي ممكن يتحرك يمين ويسار والحصان يتحرك يمين وحصان، يعني تتحكم بسير الحصان. ثالث تشبيه والأكثر شيء يخوف يشبه اللسان بالشنو؟ بالنار، بالنار اللي ممكن أن تحرق وتدمر كل شيء. لاحظوا الكتاب يشوفنا أنه ما يخرج من أفواهنا له تأثير رهيب، يا إما بنائي يا إما تخريبي. تعرفون في العدد اللي يلي أمثال 18-21 الموت والحياة في يد اللسان. تعرفون شنو العدد اللي يجي وراء أمثال 18-21؟ وراء أمثال 18-21 شي يجي أمثال 18-22 اللي هو: من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا عند الرب. شنو الربط؟ الموت والحياة في يد اللسان، بعدين من يجد زوجة. تعرفون ليش مكتوب هذا العدد وراء ذاك العدد؟ لأن المشكلة رقم واحد في معظم الزواجات هي عدم التواصل الجيد، ومعظم المشاكل معظمها سببها الكلام. لهذا اليوم أريد نتكلم عن خمس خطايا ممكن نرتكبها في كلامنا، ولسليمان أشار إلى في سفر الأمثال. أول خطية ممكن نرتكبها في كلامنا هي الكذب والإشاعات الكاذبة. كذب بس ممكن إشاعات كاذبة، وهي تكثر بالكنيسة على فكرة. إشاعات في أمثال 6:16 يقول: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه. شنو هي؟ عيون متعالية، خلينا نقولها مع بعض:
عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا ردية، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شهد زور يفوه بالأكاذيب، وزار خصومات بين أخوة. لاحظوا اثنين من السبع أشياء اللي يكرهها الرب إلى علاقة بالشنو؟ بالكذب. لسان كذب، وبعدين يقول شهد زور يفوه بالأكاذيب. في أمثال 12-19 تقول شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. يعني أكون مثل حتى عام يقول لك حبل الكذب قصير، لا علاقة. يعني يمكن ماخذين هذا المثل من أمثال 12-19. لكن أيضا مو بس إشاعات كاذبة، مو بس الكذب، لكن ثاني خطية ممكن أن نرتكبها، واليوم الروح القدس ده يحذرنا من عدها، هي زارع الخصومات. في أمثال 6:12، في أمثال 6:12 يقول الرجل اللئيم، الرجل الأثيم يسعى، اسمعوا شلون تشبيه، يسعى بعوجاج الفم، أوكي، بعد يغمز بعينيه كأنه يقول برجلي، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر، يخترع الشر، في كل حين يزرع خصومات، لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. لاحظوا واحدة من الأمور اللي يكرهها الرب هو الزارع الخصومات بين الأخوة. قلنا الكلمات ممكن أن تبني، ممكن أن تشجع، لكن نفس الفم ممكن يطلع كلمات تدمر العلاقات ما بين الناس من خلال الزرع خصومات. والرب يسوع يريدنا شو نكون؟ يريدنا نكون صانعي سلام. وصانعي السلام معناه أنه بكلماتك بفمك أنت تحتاج تكون صانع سلام. يعني دورك ودوري نكون صانعي سلام. إذا اثنين متزعلين، إذا اثنين بيناتهم مشاكل، إذا أخوة اثنين بالكنيسة ما متفاهمين على رأي معين، دوري ودورك أنه نجمع بعض، صلح العلاقات مع بعض. بس أنا قلبي حزين جدا أنه أنا أعرف كثير ناس يلفون على بيوت ويزرعون خصومات بين الأخوة. الله يكره هذا. هذه السبعة، ستة يبغضها وسبعة هي مكرهات نفسي. تخيل إذا تعمل شيء يخلي الله يكره هذا الشيء، لأنه المفروض نكون صانعي سلام فقط. تعرفون يحتاج حكمة، قل أحتاج حكمة، وأحتاج جهد كبير، أحتاج أجتهد. يعني شنو أجتهد؟ يعني أجتهد أجتهد أجتهد، أصلي أنه يا رب أنطيني حكمة حتى أصنع سلام بين الناس. لكن أي جاهل ممكن يخرب علاقات، ممكن يزرع خصومات، ممكن يخرب بين اثنين، ممكن يخرب بيوت. أكو مشاكل بين مرة ورجال، لو مو زارع الخصومات، لو مو الناس اللي تنبش كانت تنحل. فأكو ناس اختصاص زرع خصومات، تدمير علاقات بين تدمير بيوت، بين أزواج، بين أصدقاء. وأي جاهل ممكن يخرب هذا الشيء. خلي جاهل في الموضوع ما يعرف دوره أنه يصلح، لكن دوره أنه يخرب ما بين الناس. لكن أيضا ثالث خطية ممكن أن نرتكبها في حياتنا هي اليوم البعض شوية قوية، استحملوني، مرات أشياء مشجعة، بس مرات أكو أشياء تحتاج أنه أشوف نفسي، أفحص نفسي، هل أنا بحسب قلب الله أو لا. ثلاث خطية ممكن نرتكبها، ثلاث خطية موجودة في سفر الأمثال، اللي هي النميمة. ما موجودة طبعا هاي عندنا، مو
النميمة معناها، النميمة معناها إطلاق إشاعات، أو يا إما أنت تكون مصدر الإشاعة، أو تكلم بخصوصيات الناس. يعني أنت ما دخلك، يعني أجي بين قسيس وبين زينة. يا إما إشاعات، يا إما تكلم بخصوصيات الناس في العلن. أنا أحكي شيء في العلن من وراء الناس، يعني ممكن أتكلم ويا قسيس وزينة في أي موضوع، بس أتكلم من وراء ظهرهم، هذه النميمة. عندك شيء، عندك شيء تجاه أي شخص، روح واجهه، صارحه، أنا زعلان من عندك، بس لا تتكلم من وراء الناس. اتفقنا؟ خلينا نصلي لأجل أنه تتوقف النميمة في وسط شعب الرب، في وسط بيوتنا، في وسط عائلاتنا. في أمثال 20 يقول، عدد 19 يقول، الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. تعرف، خليني أقول لك شيء، ويمكن اختبرت، أنا متأكد لو أقول أرفعوا إيديكم الكل رح يرفع إيده. كل شخص، وأقول كل شخص، يجي عندك ويحكي نميمة على أشخاص، رح يجي يوم ويحكي عليك نفس الشخص. اليوم ده يحكي على الشخص من ورانه، رح يجي يوم رح يحكي عليك من وراك. في أمثال 16 عدد 28 يقول، رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. رجل الأكاذيب يطلق خصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. أمثال 26 عدد 20 و 22 يقول، بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم يتهيج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة، فينزل إلى مخادع البطن. لاحظ، الشخص النمام يجي عندك يقول لك، سمعت السوى فلان؟ شفت أنت فلان إيش لابسة؟ بس أقول لك، توعدني أنه ما تقول. يعني عادة من يقول لك، يضيف لك كلمة، بس توعدني ما تقول لأحد. وبالأخير، لأنه نحن مؤمنين، خلينا نصلي قسيس، خلينا نصلي على زينة أنه الرب بلكي يفتقدها. عادة نضيف لأشياء، خلينا نصلي، نضيف لأشياء روحانية. لو عندك شيء، صلي ويا الشخص، تواجه ويا الشخص، أفضل جدا مما تتكلم من ورانه. أول خطية شنو؟ الكذب والإشاعات. ثانيا، زرع خصومات بين أخوة. ثالثا، النميمة. رابعا، هذه أخطر شيء، اللعنات. روميا 3 عدد 13 يقول، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفائهم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة. مزمور 109 عدد 17 إلى عدد 18 يقول، وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في أحشائه، وكزيت في عظامه. لاحظوا، أكو كلمات نحكيها هي بركات، مبارك ونشجع بها الآخرين، وهذه دورنا، هذه دوري ودورك، أنه مبارك الناس، مبارك الناس، نشجع الناس، نرفع الناس، نصلي من أجل الناس أن يقتربون من الرب. لكن أكو كلمات هي دنلعن بها الآخرين. أوكي؟ مرات نحن بدون ما نعرف نتكلم كلام سيء عن أولادنا، نتكلم ويا الأمهات،
كم واحدة من أتكم تكلمت كلام سيء عن أولادها أو بناتها؟ ما أريد أرفع ترفعون يديكم، بس كل واحد من أتكم يعرف أنه تكلمنا كلام سيء عن أولادنا. كم واحد تكلم كلام سيء عن زوجاتنا أو أزواجنا؟ لا نرفع إيدنا لأنه عندنا ضيوف ولا لنفضح. كم مرة تكلمنا كلام سيء عن رئيس عملنا؟ كم مرة تكلمنا كلام سيء عن راعي كنيستنا؟ كم مرة تكلمنا كلام سيء عن رئيس بلدنا؟ ونحن بالحقيقة نحن نتوقع مجرد كلمات، لكن بالحقيقة نحن نلعن هذول الناس بالحقيقة. والكتاب يقول لأنه أحب اللعنة، الكتاب يقول لأنه حبيت اللعنة وتكلم لعنات، الكتاب يقول اللعنة تجي عليك، ترجع عليك. يقول مثل المياه تدخل إلى أحشائك، مثل الزيت تخترق عظامك. خوف، كلام يخوف. تعرفون أكو أشخاص عايشين حياتهم يلعنون، يلعنون فلان، يلعنون فلان، يلعنون فلان. تركب تاكسي ديلعن، ديلعن، ديتكلم سلبي على البلد، ديتكلم، وما ديدركون إنه يجيبون لعنات على حياتهم دترجع. هما بدل ما يباركون البلد يلعنون البلد. بدل ما أنا أعرف ناس عايشين بأمريكا يأخذون تقاعدات من 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 العراق ويسبون البلد. وأنت عايش من خير البلد، بارك البلد، صح ولا لا؟ باركوا ولا تلعنوا. أخي وأختي، لا تلعن، لا تتكلم كلام بينه لعنات، لأنه أكو عواقب لهذا التصرف. كلماتك قلنا مثل البذار اللي تزرعها بالنهاية رح تحصدها بنفس نوع اللي زرعته. لهذا بارك أولادك، لا تقول غبي، لا قول شاطر، شاطر، أنتم شطار، أنتم حلوين، أنتم حبابين، أنتم ناجحين. بارك شريك حياتك، باركي شريك حياتك، بارك رئيسك في العمل، بارك راعي كنيستك، أنا محتاج أنه باركوني بدل ما تلعنوني. بارك رئيس بلدك، بارك الحكومة. الرب يسوع قال باركوا ولا تلعنوا، لأنه لما تلعن اللعنة راح ترجع عليك. يعني أنت المتأذي، أنت راح تأذي، لأنه أنت زرعت اللعنات راح تحصد أيضا لعنات. أمثال 18:21 يقول الموت والحياة في يد اللسان. تفهمون شنو معناها؟ يعني يا إما أنت راح تسمح للشيطان أنه يستخدم فمك لتطلق موت، أو راح تسمح لله يستخدم فمك لتطلق حياة. أنت بكيفك، شو راح نسوي؟ يا إما قوة الحياة موجودة في لساننا. أنا ماذا أتكلم عن قوة تأثير الكلمة اللي أنا راح أحكي مرة ثانية، أنه كلماتك فيها نبوات للأرض وللأشخاص وبركات. قوة الحياة موجودة في لسانك، وأنت يا إما راح تكون شريك لله لتجلب حياة، أو تكون شريك للشيطان لتجلب موت. مرات ماذا تتخيل شنو، بس أنت بالحقيقة دا تكون أداة بيد الشيطان حتى تجلب موت، أو أداة بيد الله حتى أجلب حياة وبركة. أنت اللي تختار، أنت اللي تختار. دورك قصد الله لحياتك تكون بركة، الله يباركك لتكون بركة. الله ما باركك حتى تجيب اللعنة عليك أو على أولادك أو على أي شخص، بس رد فعلك شو راح يكون؟ الله باركك حتى تكون بركة. أمين. خامس خطية وآخر خطية راح أتكلم عنها موجودة في سفر الأمثال، سليمان تكلم عنها وأنا أريد أشير إلها، والكلام المليان بالكراهية والمرارة. في أمثال 12:18 يقول يوجد من يهدر مثل طعن السيف،
أما لسان الحكماء فشفاء. فشنو؟ شفاء. تعرفون أكو أشخاص أنا ما حب أجلس معهم. ليش؟ كلاما مجارح، كلاما مليان كراهية، كلاما مليان مرارة. بقدر ما يعني مرات أروح الناس يا رب، كأنه يا رب كأنه جتي علي المرارة، مو علي دا يتكلمون، بس تكلموا على الشخص، على بلد، على كذا. تحب تكون الناس تحب تروح يمك، تجي يمك، أو أنت تزور ناس تكلم كلمات مليانة حب. لما يكون عندك كلام مليان كراهية ومرارة، أعرف أنه أكو شيء في قلبك. إذا أكو كراهية ومرارة، أنه أكو شيء في قلبك لازم يتغير. يمكن عندك مرارة، يمكن عندك عدم غفران، تحتاج تغفر للناس وتسامح الناس حتى تخلص من الكراهية والمرارة. في أفسس 4:29 آية رائعة جدا نستخدمها بالترنيم مدارس الأحد: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان، كي حسب الحاجة كي نعطي نعمة للسامعين، ولا تحزن روح الله القدوس ليرفع من بينكم كل مرارة والسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. واو. لما يكون بكلامنا مرارة، غضب، صياح، خبث، أعرف أنه أنت أكيد لم تغفر لشخص ما. واضح؟ إذا قلبك مليان محبة، معناها يسوع غفر خطاياك، ملأ قلبك بالمحبة. إذا قلبك مليان بالكراهية والمرارة، لازم تفحص قلبك وشوف شنو السبب. 5 خطايا خطيرة ممكن أن نرتكبها، تكلم عنها سليمان في سفر الأمثال. خليني أختم بأن أعطيكم 5 تحذيرات سفر الأمثال ينطينا إياها عن الكلام. أوكي، تكلمنا عن 5 أشياء، رح نأخذ 5 تحذيرات أو 5 نصائح نحتاج أن نسلك بها حتى نمشي صح. أول تحذير: لا تصدق كلام الناس بسرعة، خصوصا لما يكونون مجروحين. أوكي، لا تصدق كلام الناس المجروحين، لا تصدق بسرعة كلام الناس لما يكونون مجروحين. أمين. أحد الأشخاص قال إنه الله أعطانا أذنين، والله أعطانا كم فم؟ أعطانا فم واحد. ليش؟ حتى نسمع أكثر مما نتكلم. آية توضح هذا الشيء، يعقوب 1:19 قل يكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم. مسرعا بالاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. في أمثال 18:13 يقول من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. يمكن هاي أمثال 18:13 من يجيب عن أمر، أنت مسوي 13:18 من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. أمثال 29:20 قل أرأيت إنسانا عجولا في كلامه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. أول تحذير شنو؟ لا تصدق كلام الناس بسرعة لما يكونون مجروحين. تحذير الثاني اللي يعطينا إياه سفر الأمثال عن الكلام: لا تجاوب الأشخاص الجارحين بنفس الروح. والطريقة الوحيدة حتى تربح هو أن تتصرف بالروح المضاد. يعني شخص، أكو ناس، أقول مرات أشبه حياة ناس أنه كأنه يمشي
ويجرح من هون من هون، لأنه هو مجروح فما يشعر تصرفاته يؤذي الناس. فلا تجاوب الناس اللي يجرحون بنفس الروح، لكن تعامل بمحبة وبالروح المضاد. أمين. هاي نقطة مهمة جدا. أول شيء لا تصدق بسرعة، ثانيا لا ترد بنفس الأسلوب، بالعكس تصرف بالروح المضاد. في أمثال 15 عدد 1 يقول الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخر. في أمثال 16 عدد 21 حكيم القلب يدعى فهيما وحلاوة الشفتين تزيد علما. لاحظ الناس راح تستقبل من عندك أكثر إذا كانت كلماتك حلوة ورقيقة، صح ولا لا؟ يعني الناس راح تأخذ نصيحة من عندك لما تكون كلماتك حلوة ورقيقة، لو بعصبية وبغضب وكراهية أكيد أكيد تكون حلوة، تكون رقيقة كثير أفضل. التحذير الثالث اللي سفر الأمثال ينطينا يانو اليوم، لا تتكلم. طبعا كلها لاءات، تحذيرات بها لا لا لا، لا تصدق، لا تجاوب بنفس الروح، لا تتكلم كثيرا. وهي النصيحة اللي أول واحد، لا تتكلم كثيرا. أمثال 10 عدد 19 يقول كثرة الكلام لا تخلو، أما الضابط شفتيه فعاقل. خلينا نحفظها، كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لما تتكلم كثير راح تغلط كثير. نحن القسان نحكي كثير، ومرات كثيرة نغلط كثير، فنحتاج نخلي حارس لفمنا. عندي أذانين أسمع وعندي فم، أحتاج أنه قبل ما أتكلم أسمع من الرب. التحذير الرابع اللي سفر الأمثال ينطينا إيانو عن الكلام، لا تتباهى، لا تتباهى أو تفتخر بنفسك. في أمثال 27 عدد 2 آية تقول ليمدحك الغريب لا شفتك، ليمدحك الغريب لا فمك. مهم جدا، مهم جدا، خلي عليها خطين ثلاثة، إنه أنت ما تمدح نفسك، إنه لما تمدح نفسك أنت كأنه تخلي نفسك في مكان الله ما وضعك فيه، لكن خلي الله يرفعك وقت ما هو يريد. واضح الفكرة؟ أنت لا تفتخر في نفسك ولا تتباهى بنفسك، لأنه لما تمدح نفسك أنت راح تكون في مكان الله ما وضعك بينه، بس انتظر الله يرفعك وقت ما هو يريد. أمين؟ أمين. التحذير الخامس والأخير اللي سفر الأمثال ينطينا يانو عن الكلام، لا تتجاوب مع كلام الناس الجهال ولا تجادلهم. لا تتجاوب. الفرق ما بين الشخص الجاهل والشخص الحكيم شنو هو؟ طريقة تعاملك ويانو وطريقة تعامله مع التصحيح. أوكي؟ في أمثال 23 عدد 9 يقول في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. تفهم مرات أزور ناس مو مؤمنين وأكلمهم عن الرب، يستهزئون ويضحكون وانتو كذا، ويهاجمون ويستنزفون. عادة أنا مع هؤلاء الناس ما أدخل في جدال أبدا، ما أروح أزور ناس والداخل أدخل جدال وكأنه معركة وده نربحها. أبتسم وجامل، لأنه الجدال ما ينفع مع هؤلاء الناس. بس إذا رحت زيارة لعائلة وحسيت أنه عندهم أسئلة كثيرة وعندهم أشياء كثيرة ما يعرفوها، أجاوبهم على كل تساؤلاتهم، حتى لو ظليت الساعة 12 بالليل أجاوب عن الأسئلة بفرح، أصلي لهم وعاونهم حتى يأخذون قرار اتباع المسيح. بس ما أتجادل،
لا تتجادل. اللي يحب الجدال هو الشخص الجاهل، بس إذا عنده أشياء دا يطرحها رح يطرح لك إياها من دون جدال وعركة. حبائي الروح القدس اليوم، أنا خلصته، الروح القدس اليوم يريدنا أن نفهم قوة تأثير كلماتنا. أمين. الشيء المثير، الشيء المثير أنه في الكنيسة الأولى التلاميذ لما امتلأوا من الروح القدس، أول شيء، أول ما امتلأ التلاميذ من الروح القدس اللي عملوا الرب لمس ألسنتهم وغير كلامهم. تعرفون علامة الامتلاء من الروح القدس هي مو بس التكلم بألسنة جديدة، لكن أن يملك الرب على لسانك، على جسدك، على سلوكك، على تصرفاتك، على حياتك. هاي أول علامة للامتلاء من الروح القدس، يلمس لسانك، يعطيك ألسنة جديدة، ويملك الرب، يكون ملك على لسانك، على جسدك، على نفسك، على روحك، على حياتك، على سلوكك، على تصرفاتك. رب يسوع قال في مرقس 16، وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون شياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة. لاحظوا الرب غير جذريا طريقة كلام التلاميذ لما جعلوا ربا على حياتهم. وأنا متأكد أنه هذا ما يريد الله أن يعمله ويانا اليوم. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. أحبائي، أنا أريد اليوم نأخذ موضوع الكلام بشكل جدي، لأنه الله راح يحاسبنا على كل كلمة ننطق بها. رب يسوع قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. اليوم نحتاج أن نضع حارسا على فمنا، نحتاج أن ندرك أنه الله دعانا حتى نكون ملح، الله دعانا حتى نكون نور. نحتاج أنه ما يشاكل هذا العالم، نحتاج أن نكون مختلفين عن هذا العالم. نحتاج أن ندرك أنه الله باركنا حتى نكون بركة، الله بارك كل واحد من عندنا حتى تكون بركة في الأرض. الله باركك مو حتى تلعن، الله باركك حتى تبارك الآخرين. اليوم أنا ما أعرف شنو الروح القدس دا يكلمك، بس أنا متأكد، متأكد لو مو هسه لما راح ترجع البيت تتذكر الكلام. روح الله دا يكلم كثيرين في هذه القاعة. يمكن كنت تأخذ الموضوع باستهزاء أو بعدم جدية، لكن أنا صلاتي اليوم أن مستوى مخافة الله يرتفع في الكنيسة، أن روح الرب ينخس كثيرين موجودين اليوم. محتاجين اليوم قلوا يا رب قدس لساني، محتاجين اليوم نقول تعال املأني بروحك يا رب، محتاجين اليوم نقول يا رب تعال يا رب انا اعلن ربوبيتك على لساني، على جسدي، على نفسي، على روحي. يا رب نحن جايين نسلم اجسادنا بين يديك، نحن نعلن ربوبيتك علينا، على اجسادنا بالكامل، نعلن ربوبيتك على لساننا، على قلبنا، على إرادتنا، على سلوكنا، على تصرفاتنا. يا رب نتوب، يا رب نتوب عن كل نميمة، نتوب عن كل كلام بطال، نتوب عن كل إشاعات، نتوب عن كل أكاذيب، نتوب عن كل أعمال الظلمة.
لما تواجه شخص ده يزرع خصومات، نصيحتي لك لو جتي لك مثل هذه الحالة، قلوا أنا أريد أسألك ليش تخبرني بهذا الخبر؟ ليش تخبرني بهذا الخبر؟ يا رب سامحنا يا رب عن كل مرة تصرفنا مثل أهل العالم. أنت دعيتنا أن نكون مفروزين، مفصولين، مقدسين، مخصصين. لكن نحن يا رب عوجنا المستقيم يا رب. يوم فرصة أن نتوب، يوم فرصة تقول يا رب أنا أتوب عن كل كذب، عن كل رياء، عن كل نميمة، عن كل زرع خصومات. روح الله أعمل في هذا المكان، روح الله أعمل. نتوب يا رب مرات كثيرة لأنه نحن لعنا الناس بدلا من أن نبارك الناس. يا رب نتوب يا رب لأنه مرات يا رب لعنة جتي علينا يا رب، جتي على بيوتنا بسبب أنه لعنا أولادنا، لعنا أزواجنا، لعنا يا رب رئيس عملنا يا رب. ماكو بركة بالشغل يا رب لأنه نحن لعنا المصدر اللي ناخذ من عنده الرزق، لأنه لعنا صاحب الشركة، لأنه لعنا مديرنا بالعمل، لعنا بلدنا وخيرات بلدنا. يا رب سامحنا يا رب، اليوم جايين نرجع إليك، جايين نبارك، ما رح نلعن يا رب، ما رح نلعن يا رب. روح الله املأنا يا رب، روح الله املأنا، روح الله املأنا يا رب. ساعدنا نكون حكماء، ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب نكون حكماء في كلامنا، ساعدنا نبارك ولا نلعن يا رب. سامحنا مرات كنا يا رب شركاء مع الشيطان يا رب، زرعنا خصومات يا رب، كنا أداة بيد الشيطان يا رب، زرعنا موت بدل أن نطلق حياة يا رب. اليوم يا رب جايين نرجع إليك، جايين نرجع إليك، جايين نرجع إليك، جايين يا رب نرجع إليك يا رب، جايين يا رب نرجع إليك، جايين نرجع إليك، جايين نرجع إليك.